في جولة بين محلات وطاولات بيع الأدوات المدرسية ستلاحظ ظاهرة كانت في وقت ليس بالبعيد شبه منعدمة، اقتناء الأدوات المدرسية بالقرض أو ما يعرف بالكريديت. تقربنا من إحدى طاولات بيع اللوازم المدرسية الذي أكد لنا أن الظاهرة تتفاقم سنة بعد الأخرى. بالطبع اختي، يوم يجون ناس يدوك الدين، ناس ما لحقتش، ناس يتعاني. هل ده الأدوات المدرسية بغالين بزاف؟ بيش اللي نعرفهم نعطونهم كريدي، ناس زوولة قريب لي قرب لينا. شو بدي نزع مش غدوك هاي يجيك دي كريدي لما دا عبدو ثم شهر كل ما يخلص يجي زي ما قال لادات تلدات تلدات لفان نعطيك طن تاعك يجوا عانيهم. وكان بزاف عباك هذو الأمور الأدوات المدرسية كان بزاف يخرجوا دوزان دوكا تخدي شوية شوية 300 400 500 ألف، كان دوزان ويصل حتى المليون. بين رافض للفكرة وآخر لا يجد سبيلا غيرها، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار أدوات المدرسية، انقسمت آراء الأولياء حول هذه الظاهرة. صارت لنا يا بنتي وين هكذا، وين الواحد ما يلحقش ولا حتى كما نقولوا يسلف باش يدير الكريدي باش يشري. والحمد لله هاني لقيت هدايا، هاني نشيل الدراري ما واش قدرت نخفف لهم واش قدرت. والله كنقول له وليدي احسب لي هذونا، يعني اللي قدرت نخلصها واش عندي واجده واللي ما قدرتش نخلصها وليدي نولي لك. حنا الحمد لله يعني ما كاين سمعت دي جون كيما هكذا يا مساكين ماهمش لاحقين. فهمي لي جون اللي مليون 600 ياكلها ولا يداوي بها ولا يشري كي راح يسلف وبعد ما يردهم. ها المشكل واضح، ما نجيبش ندير كريدي وما نجيبش نخلصهم بعد، كيف ندير؟ نتعرب ولا كيف ندير؟ غلاء أسعار الأدوات المدرسية أجبر الأولياء على اقتنائها قرضا لتوفير هذه الأدوات بأسرع وقت دون حرمان أبنائهم من حاجياتهم.